طبعا من هنا من شاعر الرايه خلف الكواليس الشاعر ما شاء الله مجتمعين. نشوف دردشه شعريه بينكم. كشفت اوراق بعض ولا باقي يا اكيد. الله يوفقكم جميعا ان شاء الله فالكم التوفيق. طبعا من شو يقول ابو قطنا؟ يقول السنة هذه سنة عشق وسنة حبيبة. يا سلام. والسنين اللي قبل كانت سنين الغفلة. فرعي عن مبسم كثر البراءة عيبه عادي يوصلك للسبعين. وانتي طفلة. يا سلام. انحدى قصايدي في عتيبة لو تروحين العزة تعزين سووا حفلة وجهك المطلع وعنقك حرفة التركيبة واللي باقي كله فلاشات لين القبل. يا سلام. صح الله يسعدك. شو يقول ابو قطنا؟ شو يقول يا احمد؟ يقول مال الموادع لا سؤال ولا جواب حتى لو انه في وسط قلب القلب راضي تودعني وانا تحت التراب لكن تودعني وانا عايش. غلط يا سلام. شو يقول يا احمد؟ يا مرحبا يا غالين يا هلا وميت هلا. يعلم الله ان مشاعركم الطيبه وصلت، دعواتكم وصلت، تبريككم وصلت، انتم قلوب النجاح. جعني ما خلا منكم ولا عدم، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني باذن الله ان القادم افضل. وشكرا لكل شخص كتب حرف عن بسام بن عاشق. شكرا يا مرحبا. طبعا فرحان الشلوي على قدم وساق. اول واحد يحضر هنا بيض الله وجهك. اول انطلاقات شاعر الرايه يا فرحان، كيف تشوف التجهيزات اليوم؟ ان شاء الله كله تمام. ان شاء الله كله تمام. الوضع تحت السيطره. طبعا فرحان في الليل شغل، النهار شغل، العصر يبو كل وقتك شغل يا فيصل. الله يطول عمرك. بس يا ولد طلع لك فانزات واجد. طلعت يا ولد ما شاء الله عليك مكسر الدنيا. حبيبي ما نجلى من بعد. الله يطول عمرك. في الليل شغل،